أعزائي طلبة السادس الإعدادي، ما زلنا معكم في المراجعة الشاملة والمركزة الخاصة بالامتحانات الوزارية لمادة اللغة العربية، القواعد اللغة العربية، ووصلنا إلى أسلوب النفي. بالنسبة لأسلوب النفي أعزائي الطلبة، أسلوب النفي هو شنو؟ هو أسلوب يراد به نقض فكرة أو إنكارها، وهو ضد الإثبات، وهو من الأساليب الخبرية. أنواع النفي، قد يكون عندنا أنواع النفي. أول شيء النفي الصريح الظاهر غير الضمني، وهو النفي الذي يتحقق في أدوات من أدوات النفي، وهي غير، غير، ليس، ما، إن، لات، لم، لما، لن، ولا، ويؤكد النفي بلام الجحود. ثانيا النفي الضمني غير الظاهر، هو النفي الذي يتحقق بدون أدوات النفي ويفهم من سياق الكلمة. خلينا نجيب، تقسم أدوات النفي إلى ثلاثة أقسام، وهي أولا الأسماء، وهي اسم نفي غير فقط. ثانيا الأفعال، وهو فعل النفي ليس فقط. ثالثا الحروف، وهي ما تبقى من أدوات النفي، ما، إن، لا، لم، لما، لن، لا. نجي هسه نكمل، عندنا غير النافية، وهو اسم يفيد النفي، ينفي الاسم الواقع بعده، وهو المضاف إليه، وهو من الأسماء الملازمة للإضافة بشرط أن لا يقدر بإلا، فيكون اسم استثناء. يعني قدر إذا شلناه خلينا إلا صار اسم استثناء، ما صار غير اللي هو أداة نفي، ويعرف بحسب موقعه من الجملة ولا يحلى بأل. الأثر الإعرابي والأثر المعنوي، غير الأثر الإعرابي تجر ما بعدها بالإضافة، الأثر المعنوي تنفي المضاف إليه الواقع بعدها. ما هي أنواع غير في اللغة العربية؟ غير النافية، وهي التي يمكن استبدالها بأداة النفي لا أو ليس. زين، كلمتها بعيون غير ناطقة، كلمتها بعيون غير ناطقة، مثلا أقول كلمتها بعيون ليست ناطقة. شوفوا، أقدر أخليه حضر الطلاب غير خالد هنا إلا خالد، ما أقدر أقول ليس خالد، خطأ، هاي غير الاستثنائية. تعرف غير النافية بحسب موقعها في الجملة بالحركات الثلاث، الضمة والفتحة والكسرة، وهي مضافة وما بعدها مضاف إليه مجرور بالإضافة. ما الفرق بين كلمتها بعيون غير ناطقة وما كلمتها بعيون غير عيوني؟ هنا بين هاي وحدة، هاي نافية وهاي استثنائية. إعرابات غير، ما هي؟ تعرف غير النافية بحسب موقعها بالجملة ومن إعرابها ما يلي. أولا تعرف غير النافية مبتدأ إذا وقع في بداية الكلام، قال الشاعر غير وجدي في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنمه شادي. زين، هنا نشوفه غير هذا كله إعرابها مبتدأ. أو قال الشاعر غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. أيضا عندنا غير خليل يطعن الظهر بالخفا، عدو تعلمه شر بالنائبات يهون. قال الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. وأيضا ما للفؤاد إلا الله يؤنسه، وغير الله للنفس من يشفيها. شوف هذا كله ذني مبتدأ، كله ذني مبتدأ. غير تعرف غير النافية اسم مجرور إذا سبقت بحرف جر، قال تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، يعني ليس بحق. أيضا نجي، قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. شوفوا، قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. هاي كلها غير تنعرب حرف الباء حرف جر، وغير اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جرها الكسرة، وهو مضاف، وهدى وغيرها، والسوء مضاف إليه. قال الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل اينما زرع. زين، ايضا وقال تعالى وما اهل لغير الله، وما اهل، العفو، استغفر الله، وما اهل لغير الله. نجي، تعرب غير النافيه صفه او نعت اذا سبقت بنكره، يلاحظ تشابه الحركات العربيه ان وجدت. غير النافيه تعرب صفه او نعت، يعني صفه إذا شنو؟ إذا سبقت بنكرة، يعني إذا كانت مسبوقة قبلها نكرة. قال تعالى ربنا اخرجنا نعمل صالحا. شوفوا صالح النكرة، غير الذي كنا نعمل، هنا تنعرب غير، تنعرب صفر. فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون، غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون. شوفوا هنا
تعرفون انه الصبة تتبع الموصوف، يعني اذا فتح تصير فتحة، ضمة تصير ضمة. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. شوفوا: ويستبدل قوما غيركم. هاي كلها صفة. قال الشاعر: سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، فاعلم أن شرها البدع. شوفوا: سجية تلك منهم غير، غير أخذت صفة، صفة لأن وصف تلك. قال الشاعر: يما فكري صوب حيكم على بساط غير مرتاح. قال الشاعر: لك عندي وإن تناسيت عهد من صميم القلب غير نكيثي. باعوا أيضا هذا كله غير، هنا كلها تنعرب بصفة. قال الشاعر: إليك ما أنا من لهو ومن طرب، منيت مني بقلب غير منقلب. يوصف يعني هو الصفة شنو توصف الموصوف. زين، عندنا أيضا تعرب غير النافية خبر إذا جاءت في وسط الكلمة لم تسبق بنكرة ولم تسبق بفعل، وهو في الخصام غير مبين. هنا غير هي شني تعرب خبر، هنا تعرب خبر. أيضا قال الشاعر: شاب رأسي ولا تحين مشيب، وعجيب الزمان غير عجيب. زين، أيضا هنا قال الشاعر: ذم الفتى في وجهه غير محبب، إن كنت ترجوه منه أن يستقيم. زين، الدرس غير صعب. قال الشاعر: بعدما أصطلت الوشاة سيوفا قطعت في في وهي غير حدادي. زين، أيضا عندنا تعرب غير النافية اسم أو خبر لكان وأخواته أو إن وأخواته، هاي معروفة إذا أجت غير بعدهما. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، شوفوا، فلولا إن كنتم غير مدينين. قال الشاعر: حكمت أن الفتى غير مجانب للحق وهو في الصفات كريم. زين، أو قال الشاعر: يظن أن فؤادي غير ملتهب وأن دمع جفون غير منسكب. إذا لم يكفهم شطر النبوغ فزدهم، إن كانت إن كنت بالشطرين غير جوادي. هذا كلها احنا هنا جاي نقول ايضا هنا قال: فلما رايت انه غير منتهن املت له كفي بالاذن المقوم، كان غير الرجال احرص من الرجال. قال تعالى: وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله. هاي كلها يا اما اسم ان، يا اما خبر ان، يا اما اسم كان، يا اما خبر كان. تعرب غير النافيه فاعل اذا سبقت بفعل او كان الجواب لمن. قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. شوفوا هنا يجمع المال، يجمع المال غير، يجمع غير المال، هنا غير هي فاعل، ويأكل غير المال أيضا فاعل. فاز في السباق غير ما ظننت، أيضا هذا فاعل. وقال الشاعر: يميل إلى الحق غير المنافق، أما ذو النفاق فكله باطل. أيضا نقل الكلام عنك غير واحد، نقل الكلام عنك غير واحد. يعرف الصواب من الناس غير المدانين، من الناس، من الناس غير المدانين. وأيضا عندنا هنا قلنا إذا كانت، وكانت جوابا لمن، وكان جواب لمن. أيضا تعرف غير النافية مفعول به إذا سبقت بفاعل وكان الجواب لماذا، يعني من أخلي ماذا قدامها تكون يظنون بالله غير الحق، ماذا يظنون بالله غير الحق، هاي معناها. تعرف: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شلون أعرفه؟ أخلي قدامها ماذا، ماذا يبتغي، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ماذا يبتغي، ماذا يبتغون، يبتغون غير الإسلام، يصير مفعول به. فلما رأينا جهلكم غير منتهن وما غاب عن أحلامكم غير راجع. أيضا يقول المنافقين، المنافقون غير الحقيقة دائما. عندنا أيضا تعرب غير النافية حال إذا سبقت بفعل وكان الجواب كيف، تدل على هيئة صاحب الحال. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كيف اضطر غير باغ، حاله، حاله الاضطرار
غير بعض، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين. أو قال شاعر: كم ليلة قد لهوتها غير إثم بمهضومة الكشحين ريانة القلب. قال الشاعر: وإن الفتى من لا يزال بنفسه يخوض غمار الموت غير محاذر. وأيضا: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان. كيف تأتوهم أجورهم؟ غير مسافحين. زين، يجي تعرب غير النافية مفعول فيه ظرف زمان أو ظرف مكان إذا جاء بعدها لفظ قريب أو بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هنا مفعول فيه ظرف مكان. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أيضا: تناله ما نتمناه غير قريب. نجاح المتفوقين غير بعيد، احنا يعني اذا جاء بعد لفظ قريب او بعيد. تعرب غير النافيه مفعول به مقدم اذا تلاها فعل في سياق الجمله، وغالبا ما تسبق بهمزه الاستفهام. غالبا اغير الحق تدعون ان كنتم صادقين، هنا غير مفعول به، تدعون غير الحق، صح؟ اغير الله اتخذوا وليا، اتخذوا غير الله وليا. زين، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، غير النصيحة لا تنتظر مني. غالبا يعني أكو همزة الاستفهام. تعرب غير النافية مضاف إليه إذا سبقت بالمضاف، كل غير المتعلم لا يتلذذ بالعلم. أيضا عندنا: لا تشهد بالحق إماما غير العادل، فإن شهادتك هواء في شبك. جميع غير المجد في دروسه لا يصل إلى مبتغاه. إذا طلب استبدال غير بأداة نفي بمعناها تستبدل بلا نافية، قال لها الطالب: من أريد أبدلها أبدلها بلا نافية. استبدل غير بأداة نفي بمعناها، استبدلها بلا. قال الشاعر: ومن ملك البلاد بغير حرب يهن عليه تسليم البلاد. زين، بغير بلا حرب، رأسا أغيرها أقول بلا حرب. أيضا ليس النافية، إحنا قلنا ليس هي اسم فعل ماضي، العفو ليس فعل ماضي ناقص جامد مبني غير اسم، ليس الفعل الوحيد، فعل ماضي ناقص جامد مبني يفيد النفي ويختص بالدخول على الجملة الاسمية المبتدأ والخبر. لماذا سميت ليس ناقصا؟ لأنه يدل على الزمان فقط ولا يدل على حدث. ولذا سمي ناقصا. لماذا سمي ليس جامدا؟ لأنه لا يشتق منه المضارع ولا الأمر. ما هي علامات بناء الفعل ليس؟ على الفتح إذا لم يتصل به شيئا أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين. ليس. إذا اتصل به ضمير متحرك مثل داء الفاعل وناء الفاعل ونون النسوة راح يكون يبنى على السكون، مثل لست، لست، لستي، لسنا، لسنا. أو على الضم إذا اتصل به واو الجماعة مثل ليسوا، هاي يعني نفس الأفعال الماضية. ما هو الأثر الإعرابي والأثر المعنوي لفعل النفي ليس؟ الأثر الإعرابي يختص ليس بالدخول على الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له، وليس عامل دائما ولا يهمل عند تقدم الخبر على الاسم. الأثر المعنوي ينفي اتصاف اسمه بخبره، وأما الزمن الذي ينفيه فهو الزمن الحاضر بدون قرينة، وينفي زمن المستقبل وزمن الماضي مع القرينة مثل غدا، الأسبوع المقبل، أمس، البارحة، الأسبوع الماضي. أيضا عندنا أنواع اسم ليس. أولا يكون اسم ليس اسما ظاهرا مبنيا أو معربا، والمبني أما يكون اسم إشارة أو اسم موصول. دل على اسم ليس وبين نوعه وإعرابه. قال الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. اسم ليس هو العطاء، ونوع اسم ظاهر ويعرب اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ليس الذي يعطيك تالد ماله، مثل الذي يعطيك مالا ناسي. هنا الذي أسماء الموصولة وأسماء الإشارة هي أسماء معربة. زين، اسم موصول مبني على السكون في محل اسماء مبنيه، عفوا، الذي والتي اسماء موصوله، اللي هي الاسماء الموصوله هي مبنيه،
وليست معربة. قال الشاعر: له ناقلات ما يغب نوالها، وليس عطاء اليوم ما نعه غدا. أيضا آية: وقال الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. قال الشاعر: طرقتك صائدة القلوب وليس ذاب. وقت الزيارة فارجعي بسلام. قال الشاعر: ليس ذا الدمع دمع عيني، ولكنها نفسي تذيبها أنفاسي. أيضا قال الشاعر: وليس حياء الوجه في الذئب شيمة، ولكن من شيمة الأسود الوردي. هذه ثانيا أن يكون اسم ليس ضميرا ظاهرا، ويجب أن يكون متصلا، يعني مثل التاء الفاعل وغيره، كل ضمير يتصل بليس يعرب اسم ليس، هذا خلوها ببالكم. قال الشاعر: ولست أبالي بعد فقد مالك، أموت نائم أم هو الآن واقع. اسم ليس تاء، ونوعه ضمير متصل، ويعرب ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس. قال الشاعر: فلسنا على الأخقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تفطر الدمى. شوفوا فلسنا الناء، وليسوا الواو، زين، بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى. قال الشاعر: ماذا سألقي في غد لا تسألني، أنا لست في علم النجوم خبيرا. أيضا قال تعالى: ولا تقل لمن ألقى السلام لست مؤمنا. هنا ترى بالمناسبة تاء اسم ليس. أيضا عندنا أن يكون اسم ليس ضميرا مستترا في ثلاث حالات، وهي إذا جاء بعد ليس اسم منصوب فقط، مثل الخائن لوطنه ليس مؤتمنا. ليس الخائن لوطنه، شوفوا نانا يعني ضمير مستتر. إذا جاء بعد ليس شبه جملة فقط، مثل النفاق ليس من المروءة. إذا جاء بعد ليس جملة فعلية، تعبت من الكلام فليس يجدي نفعا. هذين الثلاث حالات أنه اسم ليس يكون ضمير مستتر. دل على اسم ليس وبين نوعه. قال تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. زين، ليس من أهلك. اسم ليس ضمير مستتر تقديره هو. مذاهب المسلمين ليست واحدة. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. زين، نجي هنا أنا. قال تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. أيضا قال الشاعر: طال البعاد فقلبي ليس يحتمل، وما بقي لي في الهوى أمل. أي هذه بالنسبة إلى ليس. يكون اسم ليس مصدرا مؤولا، والمصدر المؤول يتكون من ما زائد فعل ماضي، او انت زائد فعل مضارع، او كي زائد فعل مضارع. زين، هذا يسموها مصدر مؤول. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ان اداه نصب تؤول فعل مضارع منصوب علامه نصبه حذف النون، لانه من الافعال الخمسه، والمصدر المؤول من ان والفعل في محل رفع اسم ليس. قال تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى. قال الشاعر: ليس بديعا منه ولا عجبا، كي يطرق الماء ورده خمصه. زين، أيضا عندنا أنواع خبر ليس. يكون خبر ليس مفردا، كلمة واحدة، هاي يعني مثلا أمثلة تدل على معمولي ليس وعربهما. قال الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. العطاء اسم ليس مرفوع بالضمة، وسماحة خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال الشاعر: ليس أخاك من يرعاك كرها، ولا البادي بوصلك كالمكافي. أيضا قال الشاعر: وليس غريبا عدل كف نبيلة، وليس غريبا ظلم ماش وحاسدي. وقال الشاعر: وليست رحلة الأيتام إلا متاعا زائلا مثل الدخان. قال الشاعر: وليس غريبا من إليك اغترابه، له منه أهل حيث كان وأوطانه. أيضا: وليس عتاب الناس للمرء نافعا، إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. أيضا عندنا أن يكون خبر ليس جملة اسمية إذا جاء بعده اسم ليس اسم فيه ضمير، فيعرب مبتدأ، ويعرب ما بعده خبر، والجملة الاسمية تعرف في محل نصب خبر ليس. ويكون خبر ليس جملة فعلية إذا جاء بعده اسم ليس فعل فاعل، يا اما يكون جملة اسمية او يكون جملة فعلية. لست انساه باديا من بعيد يتثنى تثني الغصن غصنا.
عندنا هنا نشوف التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس، انساه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من الظهور عن التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب خبر ليس. ليس الخلوق خلقه عيب عليه، ولا اللئيم لومه إلا عليه، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. أيضا عندنا وليس كريم النفس يترك شيمة كنبع جرى عذب المشارب رائقة، أيضا طال البعاد وقلبي ليس يحتمل، ما عاد لي في الهوى أمل، حنين إلى الأوطان ليس يزول، وقلب إلى الأشواق ليس يحول. عندنا أن يكون خبر ليس شبه جملة جار ومجرور أو ظرفية، مثل قال الشاعر لا ينزل النصر إلا في كتائبنا، كالنسر ليس له مأوى سوى القمم. شوفوا له جملة جار ومجرور، هذا خبر ليس مقدم، ومأوى هو ليس مأوى له، فهنا يصير خبر المبتدأ مؤخر. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أيضا يا نفس من هم إلى همة فليس من عبء الأذى مستراح. قال الشاعر وليس لمخلوق على الله حجة وليس له من حجة الله مخرج. أيضا عندنا قال الشاعر وأقبل النصر يتلو وهو مبتسم للسيف ليس المجد للقلم، وقال عمر بن عبد العزيز لسنا من الشعر في شيء. قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. زين، بالمناسبة هذه لستن النون هي، يعني لازم أعرف أنه إذا اتصلت النون تكون في الاسم ليس. قال الشاعر ليس منا من شكا علته، من شكا ظلم الحبيب ظلمه، قال الشاعر لعمرك ليس فوق الأرض باق ولا مما قضاه الله واقي. أيضا رابعا أن يكون الخبر مصدر مؤول، يا أما فاعل زائد فعل ماضي، أو أن زائد فعل مضارع، أو كي زائد فعل مضارع. ليس العدل أن تستباح الدماء البريئة، الرأي الصائب ليس ما رأيت. أيضا ليس التعلم كي تتعالى على الناس، بل هو التواضع لهم. أيضا شلون نوكد توكيد النفي بليس؟ هل إن النفي ليس مؤكدا، وكيف يمكن توكيد نفيهما؟ نفي ليس غير مؤكد، ويتم توكيد نفيهما بطريقتين. أولا يؤكد نفيها بالباء الزائدة على خبرها إذا كان الخبر مفرد، فيعرب الخبر حينها مجرور لفظا منصوب محله. يؤكد نفيها بمن الزائدة على اسمها إذا كان الخبر جملة أو شبه جملة أو مصدر مؤول، فيعرب الاسم حينها مجرور لفظا مرفوع محله. مثال قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد. شوفوا وإن الله ليس بظلام للعبيد. قال الشاعر ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بالبيت ولا رواني. هذا كله إحنا جاي نحكي على الباء الزائدة. قال الشاعر ولست براء عيب ذي الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا. قال الشاعر ليس في الحي من جميل يباهي زهرة العمر أو ينال رضاها. احنا ايش قلنا يؤكد فيها من الزائدة على اسمها إذا كان الخبر جملة أو شبه جملة أو مصدر مؤول، فيعرب الاسم حينها مجرور لفظا مرفوع محله. زين، أيضا عندنا قال الشاعر ألا أن أقرب الدار ليس بنافع إذا كنت من تهواه ليس بيدي ود ليس في المصنع من عامل، هاي من الزائدة. قال الشاعر ليس الذي في عن الدنيا بمدافع يوما يقاس بمن يغل ويغدر. ليس في السؤال من حرج. شوفوا كلها قدامها شبه جملة، قدامها شبه جملة. قال الشاعر سبحانه ذو الطول مبدي ومعيد ليس بظلام تعالى للعبيد، ولست بتارك الأخوان صدقا ولو صاروا أقل من القليل. فقلت لها غري سوايا فإنني عزوف عن الدنيا ولست بجاهل. شوفوا هاي كلها. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خراب. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. أيضا ملاحظة يقول
امتازت ليس بميزتين، أولها أنها تبقى عاملة إذا تقدم خبرها على اسمها، ثانيا أنها تبقى عاملة إذا انتقل فيها بإنها، يعني تبقى عاملة عشان عاملة ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. قال الشاعر: ليس جواد عطية بسؤال قد يهز السؤال غير الجواد. وأيضا قال الشاعر: خليلي ليس الذخر إلا صنيعة، ولا صنع إلا أن تكون الدراهم. نفي وإثبات الجملة المثبتة بليس. إذا طلب بالسؤال نفي الجملة الإسمية إذا كانت خالية من التوكيد فيكون النفي بليس من دون توكيدة. إذا كانت الجملة الإسمية مؤكدة بالقسم أو ب أو أن أو إن يكون نفيها بليس مع توكيدها خبرا بالباء الزائد. إذا طلب بالسؤال إثبات الجملة المنفية بليس إن كانت غير مؤكدة نثبت بحذف ليس فقط ورفع الخبر الذي كان منصوبا. إن كانت مؤكدة نثبت الجملة بحذف ليس وتوكيدها بإلا. أنفي ما تحته خط المجد لمن يكسل عن المعاني. أنا مبصر وأظن أني نائم، من كان يحلم بالإله فأحلمه. والله أنت كريم النفس. قال تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين. اثبت نفي الجملة التالية. قال الشاعر: أبلغ سليمان إني عنه في سعة وفي غنى غير إني لست ذا مال. وقال الشاعر: لعمرك ليس فوق الأرض باق ولا مما قضى ولا ولا وما من ولا مما قضاه الله واق. شوف هنا احنا قلنا اذا اكو قسم، شوفوا هنا اذا طلب اثبات الجمله المنفيه اذا كانت مؤكده تثبت بحذف ليس وتوكيدها بان. توكيدها بان. قال الشاعر: ليس في الحي من جميل يباهي زهره العمر او ينال رضاها. أيضا: ألا إن قرب الدار ليس بنافع إذا كنت من تهواه ليس بذي ود. ليس في المصنع من عامل، ليس في السؤال من حاج. هذا أعزائي الطلبة مراجعتنا لهذا اليوم خلصت. إن شاء الله في الدروس القادمة نكمل أسلوب النمو. إذا عجبكم فيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.